الجوريثم لجاوس سيدل، يعني تعرفون انتم شو معنى الجوريثم لجاوس سيدل؟ هي كانوا هي الطريقه شو انت راح تبدي تحل بجاوس سيدل، وشنو الخطوات اللي تسويها، وشنو الشغلات اللي تسويها حتى توصل الى الحل. فهي مراجعه بسيطه وسريعه، انه نحضر الداتا اللي عندنا بالسيستم، نكمل الواي بس هاي كلها ذكرناها، نفرض كل الفولتيات اللي انيشال كونديشنز من البص 2 والى البص n، نفرضها كقيمه 1 بير يونت والزاويه 0 ما عدا السلاك بص. هذا السلاك بص دائما دائما يعطى قيمته بالسؤال، بحيث الفولتيه قيمه وزاويه تكون معلومه. اما بقيه البصبارات فعاده هي تكون نفرضها واحد والزاويه صفر، واللي يسمى الفلات ستارت سوليوشن. واحد والزاويه صفر اذا كانت بي كيو بص، فنفرض الفولتيه هي واحد والزاويه صفر. اذا كانت بي في بص، فنفرض الزاويه صفر للفولتيه، والكيو تحسب حساب. قلت لكم دائما انه البي والكيو لا يتم فرضها، تحسب حساب دائما، فقط الفي قيمة وزاوية إذا كانت للبي كيو بس، والزاوية فقط تفرض صفر إذا كان بي في بس. Update the voltage، نسوي عملية update للفولتج باستخدام طريقة الجاوس، إنه أنا وجدت القيمة واحد وزاوية صفر هي الفرضية، أسوي update كيف؟ إنه أخذ محاولة الأولى وأشوف إيش قد تطلع القيمة وأقارنها مع قبلها، هل هي كيف راح نوجد القيمة؟ راح نوجد القيمة الجديدة أو المحاولة عن طريق القانون الفولتية اللي قلت لكم هو قانون واحد، وهي واحد إلى واي اي اي بي اي ماينس جي كيو اي على في اي كي كونجوكيت. طبعاً هاي كي بلس وان، هنا كي هاي المحاولة الجديدة، هاي هي الانيشال كونديشن أو المحاولة اللي قبلها. وهذا القانون شرحناه وعرفنا ليش اي ماينس وان واي بلس وان، لأن احنا العنصر أو البارت اي احنا ساحبيه خارج السميشن، او احنا نريد نوجده. شو وقت نتوقف؟ اذا حددني بعدد الايتريشنز، او اذا انطاني الدلتا او الابسلون اللي اتوقف عندها، من تتحقق القيمة الجديدة ناقص القيمة القديمة، القيمة المطلقة لها اصغر من ابسلون، فعليه اتوقف او اتوقف حسب الايتريشنز اللي انطيني اياها. عملية الحساب بدينا بيها من قانون الاس، طبعا قلنا بعد ما نكمل كل شيء ونخلص نحسب السلاك بس باور اللي هي بي 1 ماينس جي كيو 1، واللي هي ناتجة من ايش؟ من المعادلات اللي اخذناها، معادلات البي والكيو اللي هي ممكن تطبق ايضا لبس بار رقم واحد، لكن بعد نهاية كل الايتريشنز أو بعد نهاية كل الحلول لكل البصبارات الأخرى. يعني إذا كان عندي بصبار ثلاث بصبارات، فواحد منهم سلاك، فعندي 2 و3 البصبارات. أوجد المعلومات V2 V2، شوف شنو المعلومات اللي مخفية حسب نوع البص، أكمل المعلومات ولعدد الايتريشنات. بعد ما أخلص وأكمل للبصبارات 2 و3، أرجع الى البصبر رقم واحد واحسب الباور مالته بي 1، وبعدين نحسب اللاين فلو ونحسب اللوسز اللي موجوده بالخطوط. هذه هي تعتبر كلود فلو سوليوشن يوزنج جاوس سيدل، وهذه هي الالجوريثم، وهذه هي الخطوات اللي تتبع بالحل اليدوي والرياضي. واذا تريد تترجمها الى برنامج، ممكن انه تستخدم نفس الخطوات وتمشي على طريق الجوريثم معين، وتكتب برنامج باي لغه انت تجيدها حتى يسهل لك عمليه الحساب والحل. الكيس اخذنا اكثر من كيس للحل. ممكن انه قلنا السيستم with PV buses، اذا كان السيستم عندي PV bus مع سلاك بس، واخذنا اذا كان PQ bus مع سلاك بس، واخذنا امثله ايضا، مثال على مثال بسيط اذا كان يحتوي على النوعين. البي في بس
عندنا احنا البي في باس. مشكله البي في باس شنو؟ انه الكيو ما معلومه والزاويه مال الفولتيه ما معلومه، لكن البي كقيمه معلومه والفولتيه كابسولوت فاليو كقيمه معلومه. فعليه احنا لازم شنو نوجد بهاي الحاله؟ لازم نوجد الزاويه دلتا للفولتيه ولازم نوجد الكيو. فرضيا وانيشال كونديشنز بالبدايه نفرض انه الفي زاويتها صفر، فمن انا فرضت الزاويه صفر، اذا اجي على قانون الكيو، الكيو يعتمد على الفولتيات والمسايرات. فبما ان الفولتيات كلها اذا كانت السلاك بس فهي معلومه، واذا كانت بي في بس فهي ايضا الفولتيه معلومه والزاويه مفروضه صفر، واذا كانت بي كيو بس فهي البي والكيو معلومين، فايضا الفي والزاويه مالتها تفرض صفر. فعليه هذا القانون يعتبر كل القيم اللي بي معلومه. راح اجي شنو اللي اسوي؟ اجي اسوي احسب قيمه الكيو. الكيو وابدي من كي تساوي صفر، فاقول كيو من المحاوله الاولى. اوجد قيمه كيو. اذا كان عندي بي في بس والكيو او الرياكتيف باور لهذا البص غير محدده، فانا احل بصوره طبيعيه، يعني ما عندي ليميت. اي قيمه اللي تطلع للكيو من هنا راسا اروح الى قانون الفولتيه واطلع الفولتيه. ليش؟ لان الفولتيه تعتمد على الكيو. البي معلومه اذا كان بي في بس، اوجد الكيو اي قيمه اللي تطلع ما مهم، واوجد الفولتيه واكمل شغلي بصوره طبيعيه. طبعا الفولتيه اذا كانت، انتبهوا، اذا كان بي في بس الفولتيه القيمه معلومه الزاويه مجهوله، فاستفاد من هذا القانون، لان القانون راح يعطيني قيمه وزاويه، اخذ فقط الزاويه. الزاويه هي تكون المعلومه المجهوله، عفوا، لان بي في بس القيمه المطلقه معلومه والزاويه مفروضه صفر، وراح تطلع هاي الزاويه الجديده. فالتوقف مالي هو في حالة أن الفولتيات قيمة وزاوية تحقق الشرط. هذا إذا كان ما عندي ليمت بالبي في بس. هذا القانون، نحسب الكيو، نحسب الفولتية. الفولتية راح تكون قيمة وزاوية. هاي هي قيمة وزاوية. هاي القيمة هي specify معطات. الزاوية هي اللي راح ناخذها منين؟ من القانون. هاي الحالة the voltage computing for PQ buses does not change. ما عندي أي تغيير. حتى بالنسبة للPQ bus ما عندي مشكلة، لأن أنا عاد أحل وما عندي أي محدد يخليني أتوقف أو أفكر بالحل. اذا كان عندك بي في بس لكن الرياكتيف باور بهاي الحاله هي شنو؟ ليميت سبيسيفاي، عندك قيمه محدده. فمن اجي انا على البي في بس، شنو النقص عندي؟ كيو والزاويه مال الفولتيه. افرض زاويه الفولتيه صفر، هاي ببدايه الحل، واجي احسب الكيو. هل كيو اللي طلعت عندي هي اصغر من كيو مينيمم؟ لان احنا من نقول انه reactive power generation limits specify limits، يعني انه عندي قيمه مينيمم للكيو وعندي قيمه ماكسيمم للكيو. هذه هي معناها المحدد، انه هذا البص بار reactive power اللي بي لازم ما يكون اقل من كيو مينيمم، ولازم ما يصير اعلى من كيو ماكسيمم. زين، اذا انت جاي تحل بالسؤال، حليت باستخدام قانون الكيو، طلعت عندك انه كيو الموجوده هي اقل من كيو مينيمم. اذا الكيو اللي طلعت عندك ضمن الرينج اكبر من كيو مينيمم واصغر من كيو ماكس، ما عندك اي مشكله، كانه هذا الليمت ما موجود، تكمل حلك بصوره طبيعيه. يعني البي كيو بس شنو المجهول به؟
الفولتيه فرضناها زاويه صفر، طلعنا الكيو طلع ضمن الليمتد، ما عندي مشكله اروح على قانون الفولتيه اطبق استخدم الكيو اللي طلعت عندي، تطلع عندي الفولتيه قيمه وزاويه، اقارنها بالفولتيه اللي عندي، وصلت للحد اتوقف، ما وصلت اكمل. من اكمل مره الاخ فانا وجدت فولتيه الفي 2 مثلا، هسه نحكي على باص بار 2، وجدت قلنا في 2 راح تكون مثلا قيمتها 1.2 معلومه، الزاويه ما موجوده راح افرضها صفر، فراح اطلع كيو 2 المحاوله الاولى من هاي، اجي راح يصير كيو 2 رقم واحد، هاي الكيو 2 رقم واحد طلعت هي ضمن الليمت اكبر من المينيمم واصغر من الماكسيمم، ما دام هالشكل اجي احسب في 2 محاوله اولى، حسبت طلعت الفي 2، جيت قارنت ما تحققت الشرط. من ارجع احسب في 2 المحاوله الثانيه احتاج شنو؟ كيو المحاوله الثانيه على نفس القانون، احسب كيو للمحاوله الثانيه وايضا اقارنها، هل هي بعدها ضمن الليمت؟ اذا ضمن الليمت ارجع الى القانون الفولتيه ما عندي مشكله. هذه اذا كانت القيم اللي تطلع عندي ضمن الليمت ما عندي مشكله بها. زين اذا الكيو اللي حسبته من الخطوه الاولى في معلومه فولتيه مالها معلومه، الفولتيه عفوا معلومه مال البص، الزاويه فرضناها صفر، جينا حسبنا كيو، طلعت كيو اصغر من كيو مينيمم او طلعت كيو اكبر من الكيو ماكس، مباشره اذا طلعت هي اصغر من كيو مينيمم اقول هذا البص بار الكيو الى ثابته وهي قيمتها كيو مينيمم، واذا طلعت اكبر من كيو ماكس اقول هذا البص بار الكيو الى ثابته وقيمتها كيو ماكس، ويتحول هذا البص بار من بي في بص الى بي كيو بص. ليش؟ شنو هو البي كيو بص؟ هو البص بار اللي باور معلوم ورياكتف باور معلوم، فبما انه اني ثبتتها فصار هو بي كيو بص، ارجع اعامل هذا البص بار كانه هو بي كيو بص واحسب له الفولتيه قيمه وزاويه جديده، يعني هاي القيمه المعطاه اللي هي كانت معلومه 1.2 مثلا واحنا فرضنا لها الزاويه، راح ترجع هاي القيمه تعتبر انيشال واوجد القيمه الاولى المحاوله الاولى والمحاوله الثانيه، تمام؟ راح يتحول الباص نوعه يتحول من بي في الى بي كيو. ليش؟ لان البي معلومه وبهاي الحاله انت الكيو ثبتتها، فبما انه بي وكيو ثابته اذا هذا هو بي كيو باص، وراح نعامله معامله بي كيو باص ونبدي نحل ونوجد له الفولتيات قيمه وزاويه. الاكسلريشن طبعا اخذناها هاي في حاله انه طلب من عندك انه تستخدم الاكسلريشن راح تستخدم هذا القانون، كل قيمه تستخدمها او توجدها تخلي لها الاكسلريشن وتستخدمها بالقانون اللي بعده لايجاد القيمه الاخرى، وايضا القيمه اللي تطلع ايضا اكسلريشن، واكو بالملف نشرت لكم ملف بكم مثال او الطريقه اللي تتعامل بها مع الاكسلريشن فاكتور. إذا نجي ناخذ كمثال بسيط 2 generation، أعتقد هاي المثال تكرر، خلي بس أتأكد. تمام، لا احنا نمشي صح.
فإذا عندنا أبسط شيء هو ممكن إنه أنت تجرب نفسك في عملية الحل، إنه أبسط شيء تفرض لك مصدارات اثنين، فيريد منك الفولتج لأن إذا اعتبار واحد من عندهم هو سلاك بس، فالثاني يعني هذا راح يعتبر كأنه ما نقدر نجي يمه بوضعية ثابتة، الثاني هو راح يكون عندنا فمعناها بس بار واحد. إذا أريد أوجد الفولتية بالبس بار اثنين باستخدام الجاوس سيدل، المنطق الفولتية V1 واحد وزائد صفر بيريود، فمعناها معلومة خلاص عندك جنريشن هنا وعندك لود موجود، لود موجود ديماند 0.5 زائد J1، هذه كمعلومات للسيستم. إذا نجي على البص اثنين، هذا البص بار اثنين شو ينزل راح حتى يبين الكاباسيتر بالبص بار اثنين انجكت رياكتف باور اوف واحد بير يونت. شوفوا هنا عندنا S تساوي J واحد رياكتف باور، طبعا المفروض هي Q مو S، هذا رمز غلط. The complex power injection at bus 2 S2 ايش تساوي؟ احنا قلنا دائما ال S2 هي النت اللي هي generation ناقصا الديماند، فاذا هذا يعتبر generation وهذا الديماند فعندنا J1 ناقص الديماند 0.5 فراح تطلع minus 0.5، هذه هي النت باور على البص بار 2. فولتية بالبص بار رقم واحد هي واحد وزاوية صفر. إذا أريد أوجد الواي بص الزد جي بوينت فايف مقلوبها راح تصير واحد على جي بوينت فايف، فراح يكون واي ون ون واي ون تو واي تو تو واي تو ون، تطلع عندي المصفوفة هذه هي الواي بص. بما أنه وجدت الواي بص وعندي الفولتيات وعندي الباورات، اقدر اروح الى قانون الفولتيه اللي هو في 2. ليش؟ لان احنا عندنا بس بار رقم 2 الاس كي بلس 1 يساوي 1 على واي 22 في 2 ماينس جي كيو 2 على في 2 الاس كي كونجوكيت ناقصا كم بس بار عندي؟ هو بس بار واحد، اذا فقط هي سميشن فقط ارتباط 2 مع 1 اللي هي راح تكون واي 21 في 1. ال V1 معلوم واحد والزاوية صفر لأن هو سلاك بس خلاص. ال V2 كإنيشال كونديشنز هي واحد والزاوية صفر أيضا نفرضها اللي هي كزيرو، نطبق بهذا القانون طلعت عندي الفولتية V2 المحاولة الأولى واحد على ماينس جي اثنين ماينس بوينت فايف، شوفوا هاي القيمة طلعت. أرجع إذا أريد في طول المحاولة، طبعا هنا ذكر انه obtain the voltage at bus 2 using Gauss Seidel method، لا منطيق عدد الايتريشن اللي تتوقف عندها ولا ايضا منطيق شنو الابسلون او نسبة الخطأ المسموح بها، فعليه انت تستمر الى ان يصير الفرق بين المحاولة الجديدة عن المحاولة القديمة صفر، هذا هو نقطة التوقف عندك. فاذا نجي هاي الفولتية طلعنا في 2 محاولة أولى مقارنة مع القيمة قبل واحد الزاوية صفر، مستحيل تصير صفر الفرق بيناتهم. محاولة ثانية بنفس الحالة، المحاولة الثالثة، محاولة الرابعة، محاولة الخامسة، شوفوا إلى المحاولة الخامسة صار الدفرنس عندي 10 أس ناقص 6، ف10 أس ناقص 6 يعني تقريبا صفر، فلهذا اتوقف. شوفوا انتو حتى ما نقول لكم انه من يصير عندي نعم الديفرنس يعني بس القيمه المطلقه ما ايه الابسولوت فاليو، دائما نستخدم جاوس سيدل؟ لا انت هسه احنا بجاوس سيدل بس يجوز بالسؤال يقول لك استخدم نيوتن رافسون، عندك فرقتين اي وحده منهم ممكن انه انت تستخدمها جاوس الاولى، ممكن جاوس الاولى ما احنا ما راح نستخدمها، لا 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 لا, لا. جاوس سيدل فقط، جاوس سيدل أو نيوتن رافسون تمام دكتور. فشوفوا سيستم بسيط
اللي هو دوب اصبر لان ما حددك التوقف وما حددك الايتريشن. وصل الى 5 محاولات، يلا صار 10 ناقص 6، طبعا هو ما صفر لكن 10 ناقص 6 يعتبر مقبول اذا حددك، واذا ما حددك لازم تكمل، يجوز تصل الى V2 6 و7 و8 او 10 محاولات. لكن هنا هذا كمثال توضيحي بس، انه وصلت النسبه الى 10 ناقص 6 الفرق، فاوكي ما عندنا مشكله، توقفنا. هسه توقفنا هاي لو فساد. نعم استاذ بس هنا منطين جنريتر واللود طرحناهم، لو ما منطين الجنريتر بس البي لود فراح نطرح القيمة من صفر لو مباشرة ناخده. لا من صفر، لان توليد صفر الباور على اي بس بار الصافي هو التوليد ناقصا الحمل، اذا التوليد كان موجود موجود، اذا ما موجود نعتبره صفر. تمام استاذ، يعني نطرحه من صفر. نطرحه من صفر. فهسه حاليا تمام توقفنا، وجدنا الفولتيه انه هاي الفولتيه بالبس بار 2 بعد 5 محاولات وصلنا الى القيمه الحقيقيه او القيمه المضبوطه. فصار عندي فولتيه البصمه رقم 1 معلومه، وفولتيه البصمه رقم 2 انعلمت. فولتيه البصمه رقم 1 شنو هي؟ سلاك بص. فولتيه البصمه رقم 2 انعلمت، الباورات على البصمه 2 معلومه، بقى عندي ممكن انه احسب الى اللاين فلو الباور اللي يمشي بين الخطوط، يعني من 1 إلى 2 ومن 2 إلى 1، وأيضا أقدر أحسب السلاك بس باور وأقدر أحسب اللوسز. شوف أنا أقول لك since the difference in the voltage magnitudes is less than 10^6 per unit the iterations can be stopped، ممكن أنه نتوقف. ليش؟ حتى نحسب اللاين فلو. أي خطوة تخص حساب اللاين فلو او حساب اللوسز او حساب السلاك بس باور ما يتم حسابها الى ما نخلص معلومات البس بارات الاخرى كامله. بما انه احنا استعدنا بس بارين، فشوفوا ما تحول الى ان نخلص كل الايتريشنات للبس بار 2. بعدين هسه يبدي يحسب اذا كان اكو لوسز بين البس بارات، واذا كان اكو لود فلو باور، واذا كان اكو سلاك بس يراد نحسب البيات مالته. فالتيار بين 1 و2 اذا تجون على هذا الشكل البسيط، التيار بين 1 و2 هو V1 ناقص V2 على زد. قانون اوم بطريقة اخرى هذه. فI2 عندنا كلها معلومة. فولتيات، شوفوا الفولتية 1 هي 1 زائد 0 ما تغير. V2 هي من المحاولة الأخيرة اللي هي 5 محاولة أخذها، وزيد معلومة. طبعا ممكن تقول V1 ناقص V2 في Y12 أو V1 ناقص V2 على Z12، هذه بالحالتين صحيحة، بس إحنا المفضل والمعتمد هو استخدام الواي. فإذا أريد أوجد الباور S بين 1 و2 هي V1 في I كونجوكيت، بس I ياهم منهم الI من 1 إلى 2، طلعت عندي S من 1 إلى 2. هاي مقدار الباور اللي يسري من 1 إلى 2، هذا تيار 1 2. إذا أريد من 2 إلى 1 راح أقول V2 minus V1 على Z12. شوف راح تطلع التيار 0.5، نفس القيمة راح تطلع لأن نفس الفولتيات فقط معكوس الإشارة. فشنو اللي فرق بيناتهم؟ 180 درجة فقط. فناقص 14 ناقص 180 راح يصير ناقص 194، لأن التيارات الفولتيات نفس الفولتيات، والتيارات الممانعة نفسها، لكن فرق بس فقط أنه اتجاه التيار انعكس انضرب في ماينس، طلع التيار بين 2 و1. الـ S 2-1 هي V2 في I2-1، فطلعت القيمة. هاي القيمة هو انتبهوا تسمى Line Flow. هذا Line Flow بين 1 و2، وهذا Line Flow بين 2-1.
نظريا نظريا لازم يكون القدرة اللي تنتقل بهذا الخط من واحد إلى اثنين ناقصا القدرة اللي تنتقل بهذا الخط من اثنين إلى واحد المفروض هي تساوي صفر. هذا الـ ideal case، لكن بما أنه إحنا ما عندنا شيء ideal فعندنا قدرة ضائعة بين نعتبر بين المنقولة أو يعني المولدة والمستلمة، أكو قدرة ضائعة هذه هي تسمى اللوسز، ويتم حسابها باستخدام قانون الفرق بين الباورات، الباور بين واحد واثنين ناقص الباور بين اثنين وواحد المفروض هي تصير صفر، لكن هاي ما عندنا شيء ايديال وعندنا مقاومات لان وعندنا محاثات وعندنا خطوط نقل، فالفرق اللي بيناتهم هو يسمى total losses in line. تمام؟ هذه هي حالة أبسط حالة اللي هي في حالة عندك two bus bar. مفهوم يا شباب؟ مفهوم الحالة؟ أبسط حالة هي عندك two bus bar ويتم عملية الحساب الباور الفولتيات والباورات لكل البصبارات. إذا كان عندنا هذا السيستم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمس بصبارات، بين البصبارات خطوط موضحة بين واحد وأربعة بين واحد واثنين وواحد وخمسة اثنين وأربعة اثنين وثلاثة وخمسة وثلاثة، منطيك معلومات البصبار بين واحد واثنين الـ R والـ X per unit وقيم الـ PC over 2 أو هي يعني الـ Y over 2 ما منطيك إياها كلها، فإذا ما منطيك إياها تقدر تهملها في الحل، منطيك المعلومات كاملة فهذه R و X فـ R plus JX تقلب تصير الـ Y. نجي على المعلومات من ناحية الباورات والفولتيات. بس بار رقم واحد دائما ودائما دائما احنا نعتمده كسلاك بس، ولكن لازم نتأكد هل هو سلاك بس فعلا. شوفوا منطيني الفولتية والزاوية مالته 1.02 والزاوية صفر، فهذا هو سلاك بس. شنو النقص به؟ كل الباورات اذا كانت لود واذا كانت جنريشن، ولكن على الاغلب البصبار السلاك بس ممكن يربط عليه لود، لكن عادة البي والكيو تكون مجهولة بكل أنواعها إذا كانت لود أو إذا كانت جنريشن على السلاك بس. نجي بقية البصبارات ما عندنا مشكلة، راح نشوف بصبار رقم اثنين. يا شوف انتبهوا، جنريشن ماكو، عندي ديماند بي وكيو لود مربوط عليه، فإذا أجي من التصنيف فولتيات ما معلومة بس باورات معلومة، إذن هذا هو PQ بس مبين، هذا بس أحمال أو لود بس يعتبر. نجي على رقم ثلاثة، الباور معلوم والفولتية القيمة معلومة، إذن هذا هو PV بس. PV بس شنو المجهول عندي؟ زاوية مال دلتا مال الفولتية والكيو. بس بارات أربعة وخمسة هي أيضا لود بس، لا ذلك لأن قيم الباور والكيو تكون معلومة والفولتيات مجهولة. نجي هنا المطلوب For the power system shown in figure below with the data as given in tables below, obtain the bus voltages at the end of first iteration. حددك لأن السيستم كبير 1 2 3 4 5 بس بار، شيل واحد من عندهم يبقى أربعة، والأنواع البصبارات منوعة، فشوف حددك بمحاولة واحدة فقط باستخدام الجاوس سيدلز تكمل المعلومات. شنو المطلوب؟ The bus voltages، توجد الفولتيات لاثنين وثلاثة وأربعة وخمسة بعد محاولة واحدة. إذا نجي
نثبت معلوماتنا اللي عندنا. In this example we have bus 1 slack bus, bus 2 4 5 PQ bus, وبص 3 هو PV bus. حددت انت انواع البص بارد. The line do not have half line charging admittance. الخطوط ما بيها y over 2. عندنا نجي على بصمه رقم 2. بصمه رقم 2 هو شنو؟ بي كيو بص. الباور الصافي بي 2 للبصمه رقم 2 هو بي جنريشن ناقصا بي ديماند، فصفر ناقصا 0.06 ماينس 0.06، والكيو هي صفر ناقص 0.3 فصير ماينس 0.03. شوفوا هنا هذا بي 2 زائد جي كيو 2 الصافي حسبها. طبعا يا شباب هاي الخطوات كلش مهمه بالنسبه لكم، انه تثبت المعلومات اللي قدامك حتى ما تيجي تحل ما ترجع للجداول، لان اذا كل مره تحل ترجع للجدول يجوز تغلط. هاي بي 2. نجي بعد 3 ما لنا علاقه، نجي نجي على بي 4 وبي 5. بي 3 زائد جي كيو 3 ايضا من نجي عليها بي جنريشن ناقصا بي ديماند، راح نجي على بصمه رقم 3 هذا 3. هذا البي معلوم لكن ديماند ما عندنا، الكيو ما معلومه فما نقدر نكمل، بس الفي نفرض لها الزاويه مالها صفر، فهي 1 زائد جي كيو 3 ما نقدر نكملها لان هاي لازم تحسب ما يصير تفرض. نجي على رقم 4 ورقم 5، كملنا المعلومات اللي هي شنو؟ معلومات الجدول الخاص بالباورات. طلعنا P2 زائد JQ2، P3 ما نقدر لازم نكمل، P4 موجودة، P5 موجودة. هسه نجي السيستم موجود أمامنا نكون الواي باص. هذه هي الواي باص إذا تشوفون سيمتريكال. ليش؟ لأن ما عندي أي عنصر من العناصر اللي يسبب لي انسيمتريكال في الدائرة، مثلا المحولات أو تاب تشينجينج أو أوتو ترانسفورمرز اللي موجودة. فتطلع هي عبارة عن واي بس. كم بس بار عندي؟ 5. إذا راح تطلع 5 في 5. انتبهوا الواي بس ما لها علاقة بالسلاك. الواي بس للسيستم كامل 5 بس بار، 5 في 5 واي بس. خلص ماكو نقاش، طلعت الواي باص. بعد ما طلعت الواي باص هسه ثبتت كل شيء معلوم عندي وحسبت الواي باص، هسه اقدر اوجد الفولتيات حسب المطلوب. شنو المطلوب؟ السلاك باص ما اجي يمه فولتيته معلومه، اريد لازم اوجد في 2 قيمه وزاويه، أوجد V3 الزاوية فقط، وحتى أوجد V3 الزاوية فقط أحتاج لQ، لازم أوجد Q قبلها حتى أرجع أوجد الV. ليش؟ لأن الV تعتمد على هي قانونها واحد على Y مضروبة في P minus JQ، فلازم عندي P والQ معلومة سواء كانت demand أو generation أو اثنينهم. بعدها رقم 4 لازم احسب الفي والدلتا، رقم 5 الفي والدلتا. فانا حددت شنو التارجت اللي عندي وخليت كل ادواتي والاسلحه اللي عندي اللي هي الباورات حسبتها اللي من الجداول، حسبت الواي باص. هسه ابدي عمليه الحساب. كم مره يريدني احسب؟ مره واحده. ليش؟ لان ايتريشن واحد. اجي على في 2 المحاوله الاولى، 1 على y22 p2 minus jq2 على v2 الانيشال كونديشنز ناقص سميشن ارتباط الباص بار 2 مع كل الباص بارات. باص بار 2 وين مرتبط؟ هذا رقم 2. فعندي y21 v1 y24 v4 وy23 v3. نشوف صح؟
2-1-V1 2-3-V3 2-4-V4 و2-5-V5 عفوا يمكن 5 مرتبطها ما انتبهت عليها. بين 2 و5 ماكو ارتباط. 2 مع 5 ماكو ارتباط. فإذا نجي هذه y على y22 معلومة v2 minus jq2 أنا حسبتها v2 initial conditions هل الباص بار 2 هو slack bus؟ لا. هل هو PV bus؟ لا هو PQ bus. إذا أفرض الفولتية 1 والزاوية 0 لكل ال PQ bus هاي كإنيشيال، وأفرض الزاوية دلتا 0 لكل ال PV bus. هذه الخطوة أسويها أيضا من عمليات التحضير، تعتبر خطوات التحضير. فأجي هنا 1 والزاوية صفر كونجوكيت تبقى واحد، إذا هي واحد زائد صفر أو واحد ناقص صفر جاي صفر ما راح تفرق. البيات معلومة بارات، الواي معلومة، فطلع عندي في 2 من المحاولة الأولى. أجي أوجد في 3 من المحاولة الأولى، ما وجدت. شوفوا انتبهوا يا شباب، إذا حتى لو كان عندي أكثر من محاولة، من جيت هنا ما رجعت مرت الأخوة جدد V2 للمحاولة الثانية و V2 للمحاولة الثالثة. ليش؟ لأن أنا ما عندي بس بصبارين، عندي أربعة بصبار. فV2 محاولة أولى أتوقف، ما أجي من بصبار اثنين بعد، أروح أوجد ثلاثة محاولة أولى، وأوجد أربعة محاولة أولى، وأوجد خمسة محاولة أولى، بعدها أطبق شرط التوقف. شرط التوقف ايتريشن واحد اذا ما توقفت. نعم، من عنده سؤال؟ سامو سامو دكتور، بس ارجع المعادله بالان في 2. ايه انفرضنا هون الفي 1 هسه هو منطنيه كقيمه 1.02 بزاويه 0، تمام. والفي 3 والفي 4 والفي 5 هم افرضهم كلهم 1.02 بزاويه 0؟ لا، واحد والزاويه 0. كل البي كيو بس تفرض واحد والزاويه صفر، ما عاد تشوفه؟ تمام. لا استاذ، نعم لا استاذ، الواي 2 5 منين جت واحنا ما عدنا ارتباط بين 2 و 5؟ القانون، اذا ترجع للقانون، احنا ما عدنا على الارتباط، احنا ترجع للقانون شو يقول؟ هو سميشن، تمام؟ قانون الفولتية، هذا هو سميشن. فأنت طبق السميشن وبعدها اللي بارتباط تنزل القيمة، ما بارتباط تخليه صفر، تمام؟ تمام أستاذ. فهذا هو شنو؟ هو عملية إنه فتح السميشن. بس هل أنت أكو بين 2 و5 ارتباط؟ نعم، خلي القيم، ما موجود خلي صفر. تعتمد على ايش؟ على الواي باس. نيجي واي 2 5 من الواي باس، هذه 1 2 2 5 جد صفر صفر، اذا ماكو ارتباط، صح؟ فهي القيمه راح تكون كانت، بس هذه هي عمليه فك السميشن. فانت تشتغل تفك السميشن وبعدها حسب قيم الواي اللي عندك، هل اكو ارتباط تخليها، ما موجود تخلي صفر. فانت اول مره لازم تمشي على القانون. فشوف وجدنا في 2 للمحاوله الاولى، هسه اريد اجي الى البصبر رقم 3 حسب معلومات هذا 3، هذا بي في بس، فافرض دلتا الى صفر فصارت 1.04 والزاويه صفر، هذه الفولتيه. احسب كيو وبعدين ارجع احسب الفولتيه بالمحاولة الأولى. فنجي هنا بص 3 هو بي في بص، وعليه لازم we must first calculate Q3. This can be done as under، نحسب معادلة شنو هي؟ اللي هي
طبعا هاي المعادله ما اخذها كيو يعني القيمه المطلقه للفولتيه في الفولتيه الاخرى، شوفي جي 31 ساين دلتا مفسخه هنا. احنا نقدر نستخدم هي طبعا هي نفس المعادله اللي انطيتكم اياها اللي هي كيو تساوي ماينس ايماجينري سميشن في في اي في ساين العفوا سميشن الفي 1 في اي في في كي في واي اي كي في ساين. فهذه هي هنا بس ما اخذها على شكل ريكتانجولر وبولر، ما اخذها كزوايا. نفس القانون لا تشتتون هنا، نفس القانون. فعلي تطلع هنا عندنا شوفوا دلتا 2 معلومه، دلتا 3 صفر فرضناها، دلتا 4 صفر، دلتا 5 صفر. فطلعت عندي الكيو 3 يا شباب تطلع كقيمه، هذه هي القيمه مالتها 0.425. شنو نوع هذا البص بار؟ هو بي في بس. هل بهذا البصمار عندنا كيو ليميت؟ ما منطيني كيو ليميت، اذا اي قيمه تطلع عندي ما مشكله، راسا استخدم هاي القيمه وين؟ بقانون ايجاد الفولتيه. ففولتيه رقم 3 او بصمار 3 اللي هو بي في بس للمحاوله الاولى، بي 3 معلوم، الكيو وجدناها، فك السميشن يطلع عندي الترمز من عمليه السميشن. هسه اشوف مرتبط مع منه او ما مرتبط مع منه حتى يصير عندي الواي هل موجوده او قيمتها صفر. طلعت عندي في 3 يا شباب 1.055 والزاويه 3. بما انه هو هذا بي في بس تمام، شوف هنا القيمه 1.055، هاي فولتية البص 3 بعد المحاولة الأولى والزاوية 3. بما أنه هذا هو بي في بص، إذا القيمة ما لي علاقة بها لأن القيمة هي ثابتة بالجدول 1.04. فأنا آخذ فقط الزاوية، شوفوا طلع في 3 1.05 والزاوية 3. بما أنه هو بي في بس فولتيته 1.04، إذا أنا أخذ الفولتية مال الجدول الثابتة وفقط أخذ الزاوية. فأقول الفولتية رقم 3 أو بس بار 3 للمحاولة الأولى هي الفولتية ثابتة لكن الدلتا تغيرت من 0 إلى 3 درجة. هسه أعبر على منه؟ إلى البس بار رقم 4. بس بار رقم 4 لا هو بي في بس ولا هو سلاك بس، هو بي كيو بس. اذا الفولتيه الانيشال مالته 1 وزاويه 0، الباورات معلومه والوايات معلومه، وجدت عندي في 4 للمحاوله الاولى. هسه البس بار رقم 5 ايضا هو بي كيو بس، ف وصلت بالاخير راح اقول بالمحاوله الاولى السلاك بس ثابت، في 2 حسبناه، في 3 القيمة ثابتة لكن الزاوية تم حسابها الجديدة، في 4 في 5 هذه هي القيم للمحاولة الأولى. هل حققت الشرط؟ الشرط يقول ايتريشن واحد، حققت الشرط كله. إذا قال اثنين ايتريشن ال V1 تبقى ثابتة، أرجع أحسب V2 و V3 و V4 و V5 للمحاولة الثانية. تتحقق اثنين ايتريشن اتوقف. اذا كان الشرط مالي هو ما ايتريشنز هو ايرور، اتوقف بعد ما يصير الايرور 0.2. فهسه انا حسبت المحاولة الاولى، اقارن كل المحاولة الاولى من عدل سلاك بس مع منه؟ مع الانيشال كونديشنز. اتحقق الشرط اتوقف، ما اتحقق ارجع احسبهم كلهم من جديد، احسب في 2 محاوله ثانيه، في 3 محاوله ثانيه، في 4 محاوله ثانيه، في 5 محاوله ثانيه، واقارنها بالمحاوله الاولى. حقق الشرط اتوقف. ليش؟ لان قلنا احنا بطريقه جاوس سيدلز ما انه واحد منهم يتحقق، لازم كلهم يتحقق. يلا اتوقف عن الحل. هذه سيستم لايتريشن واحد وخمسه بصبار ومطلوب فقط فولتيات ل
مرة واحدة باستخدام الجاوس سيدل. شوف أنا مثال آخر يقول لك obtain the load flow solution at the end of first iteration. انتبهوا first iteration of the system with data as given below. The solution is to be obtained for the following cases. يطلب منك انه تستخدم جاوس وتحل لايتريشن واحد لكن تحت شروط. شنو هي الشروط؟ كل البصمارات ما عدا بص واحد هي بي كيو بص. هاي الحالة الأولى. الحالة الأولى انه انت عندك سيستم، هسه راح نشوف هذا السيستم، ما عدا بصمار واحد هو سلاك، البقية هي كلها بي كيو. الحالة الثانية انه بدلنا بصمار رقم اثنين سويناه بي في بص. فمن عندي بي في بص الفولتية ماله 1.04. واعيد الحل. الحالة الثالثة بصمار اثنين صار بي في بص لكن الفولتية 1.04 والكيو محددة 0.25 المينيمم والماكسيمم واحد. حل هذا السؤال، واحد اثنين ثلاثة اربعة، اربعة بصمار حسب الشروط اللي قال عليها. وين معلومات البص؟ هاي معلومات البص. من واحد الى اثنين عندنا R و X. من واحد الى ثلاثة، اثنين الى ثلاثة، اثنين الى اربعة، ثلاثة الى اربعة، منطيك الزد لكل الخطوط، خمس خطوط، اربع بصبارات، اذا الواي بص اربعة في اربعة. معلومات بص واحد سلاك بص، البقية كلهم بي كيو بص. هذه اول كيس. نجي على الحل. اول حالة سويناها وجدنا الواي بص خلص. كيس رقم واحد، كل البصبارات ما عدا بصبار واحد هي بي كيو بص. نجي على الجدول، تمام هذا بي كيو بي كيو بي كيو وما عندي فولتيات. اذا الفولتيات الاثنين وثلاثة واربعة كانيشال كونديشنز هي واحد وزاوية صفر. فالفولتية اثنين للمحاولة الاولى اوجدها، هذا القانون. فولتية ثلاثة المحاولة الاولى، فولتية اربعة المحاولة الاولى، فصار عندي واحد واثنين وثلاثة واربعة للمحاولة الاولى. خلصت الكيس الاول، ما عندي اي مشكله لان ما عندي اي محدد وما عندي اي ليميتيشن. نيجي الى الكيس الثاني. الكيس الثاني بص بار اثنين هو بي في بص والفولتيه 1.04. فاذا نجي على الجدول، بص بار رقم اثنين صار بي في بص، معناها البي 0.5، الكيو ما موجوده، الفولتيه 1.04 والزاويه ما معلومه. ليش؟ لان تحول الى بي في بص. فمعناها انا لازم شنو؟ اوجد كيو 2 بهاي الحاله. طبعا الكيو 2 من القانون سواء اذا كان بولر او ريكتانجولر فورم هو نفس الشيء، نفس الناتج راح يطلع. فطلعت عندي كيو 2.208. هل عندي محدد؟ ما عندي محدد. بما انه ما عندي محدد راسا اوجد في 2 للمحاوله الاولى باستخدام الباور المعلوم والكيو اللي وجدناها. طلعت عندي شنو؟ الفولتيه في 2. بما انه في 2 هو بي في بس وبقيمه 1.04 اثبت 1.04 واخذ الزاويه فقط اللي طلعت من القانون وهي 1.8 4 6. بص ثلاثة وبص أربعة هم بقوا مثل ما هم بي كيو بص، فما عندي مشكلة أكمل الحل بصورة مباشرة وعليه أقول هذا الشيء اللي صار عندي
بعد المحاولة الأولى ولهذا الكيس. الكيس الثالث أو الحالة الثالثة أنه بقى هذا البص هو PV بص وبقت الفولتية هي 1.04، ولكن الكيو اللي عندي هي لازم أكبر من 0.25 وأصغر من 1 بير يونت. فإذا أجي الكيو 2 أنا حسبتوه هسه قبل شوية هي 0.208، ف 0.208 إذا أجي أنا الكيو لازم أكبر من 0.25، 0.208 هي أقل. فعليها صار عندي هسه بهاي الحالة صار عندي إنه كيو المحسوبة أقل من المينيمم اللي لازم يكون بالسيستم، فعلي راح أثبت كيو 2 على الـ 0.25 ويرجع البص إلى أشنو يتحول من PQ بص PV بص عفوا إلى PQ بص الباور 0.5 والـ Q 0.25 اللي هي أخذناها من الليمت المحدد عندنا. صارت PQ معلومة، أرجع أعيد كأنه هي شنو؟ كأنه هي الكيس الأول، السيت الأول اللي هي الحالة الأولى شنو؟ أنه كلهم PQ بس لأن هو كان PV بس وتحول إلى PQ فرجعت كأنه، فأرجع أحسب بالقوانين أعيد عملية الحساب وتطلع عندي الفولتيات بعد الايتريشن الاول للحاله الثالثه. مفهوم هاي الحالات يا شباب؟ اكو عندك اي اشكال؟ لا استاذ. نعم استاذ، بس بالحالة الثالثة بالبداية كان عندنا PQ، بعدين السؤال طلب نحله بال PV، بعدين طلع قيمة ال Q أقل من قيمة المينيمم فرجعت PQ مرة ثانية، رجع إلى ال PQ ولكن ال Q 0.25 من الليمت. تمام، يعني ناخذ الليمت وما ناخذ ما الجدول. لا ما ناخذ مال الجدول، مال الجدول ناخذه فقط بالحالة الأولى. بعد منو عنده سؤال؟ مفهوم الجاوس سيدل؟ مفهوم استاذ مفهوم. اكو مشكلة؟ اكو مشكلة؟ اكو اي شيء ما واضح؟ دكتور بلز احمد، بس عيد اذا كانت الكيو اقل من الكيو مينيموم وكان والكيو ماكس، شلون هاي راح تكون؟ بس عيد هذه ملاحظات. الكيس الثالث عندنا إذا كان هو PV بس ولكن الفولتية محددة والزاوية ما محددة، لكن عندنا الكيو محددة ضمن ليمت معين. شنو هو الكيو؟ رياكتيف باور، لأن احنا عندنا PV البي معلومة، الفولتية قيمتها معلومة، لكن الزاوية ما الفولتية ما معلومة والكيو ما معلومة. حتى نوجد الكيو نستخدم قانون الكيو اللي احنا استخدمناه هذا اللي قبله. وجدنا كيو 2، هاي الكيو 2 اللي وجدناها اذا كانت ضمن الليمت فما عندي اي مشكله اكمل بصوره طبيعيه، ماكو اي مشكله. اذا كانت الكيو قيمتها، شوف هنا كيو 2 طلعناه قبل شوي 0.208، هاي القيمة هي أقل من أقل قيمة مسموحة بيها اللي هي 0.25، فعليه
اثبت الكيو للبصمه رقم 2.25 وتحول البصمه من بي في بس الى بي كيو بس، وهاي القيمه 1.04 ما لي علاقه بها بعد. ارجع احسب الفي 2 للمحاوله الاولى على اساس انه هو هذا بي كيو بس. اذا طلعت كيو 2 مثلا 1.2 فالماكسيمم هي 1، فعليه راح اثبت كيو 2 1.2 وايضا يتحول هو بي كيو، وارجع اطلع في 2 للمحاوله الاولى باستخدام القيم اللي ثبتتها الجديده. مفهوم؟ تمام استاذ. شنو الليميتيشن اللي عندنا بالقاوس سيدل؟ هاي الليميتيشن يعني قاوس سيدل يقول لك هي very useful for every small system. انتبه هنا. It is easily adoptable. هي بسيطة يعني انه للحل او واحد انه يتبنى عملية الحل بها. لكن المشكلة شنو؟ إذا كان عندنا system having large number of radial lines، إذا كان عندنا system ب عدد خطوط كثيرة أو system كبير، فقاوس سيدل راح تعتبر طريقة كل الصعبة مثل ما شفتوا بصبارات 2 5 iteration. إذا زاد عدد الخطوط وزادت عدد iterations راح يتعقد عندك السيستم وتصبح هذه الطريقة مو إنه ما مجدية ولكن طريقة طويلة. إذا كان عندنا system with short and long line terminal on the same bus terminating، يعني عندك أنت خطوط أو بصبارات على نفس البصبار، عندك خطوط قصيرة وطويلة مربوطة على هذا البصبار، لأن ممكن تعرفون أنتم تمثيل خطوط النقل القصيرة اللي يمثل ك R و L، وتمثيل الخطوط الطويلة هو ك باي سكشن، فراح يصير عندك عملية تعقيد بالسيستم وبالواي باص. إذا السيستم having negative value of transfer admittance، هاي transfer admittance اللي هي بين الخطوط، إذا كان عندك mutual أو إذا كان عندك أي نوع من أنواع اللي تسبب لي الواي باص ماتريكس تكون unsymmetrical راح يصير عندك مشكلة، وهاي Gauss Seidels راح تفشل بهاي الحالة. System with heavily loaded lines، إذا كان عندك خطوط محملة بأحمال ثقيلة وكبيرة، فعملية الحساب أو Gauss Seidels راح تصير مشكلة بيها في عملية الحساب. فإذا ما كان عندك أي حالة من هاي الحالات مثل هسه قبل شوية الحالات اللي إحنا أو الأمثلة اللي أخذناها، فGauss Seidel هي تعتبر طريقة ناجحة كلش في عملية الحساب، وإذا استخدمت الأكسلريشن فاكتورز راح تصل إلى عملية الحل بصورة أسرع. تمام يا شباب؟ طبعا مطلوب من عندنا أنه نستخدم الحاسبة لعملية حساب اللود فلو. احنا اخذنا شلون نحسب او شلون نكون الواي باص باستخدام برنامج الماتلاب. بعد ما انت كونت الواي باص واللي هو الخطوه الاساسيه بعمليه اللود فلو، نفس البرنامج اللي كتبناه ذيك المره وهو اضافه او استخدام الام فايل حتى نكتب برنامج يوجد لنا الواي باص لاي عدد من البصمات او لاي سيستم، نفس الخطوات، مجرد انه بعد ما نخلص الواي باص نبدا نضيف خطوات كتابه برنامج اللود فلو باستخدام بس نشوفوكم ال برنامج استخدام هذا الأعطال، لأن ممكن تشوفوا بعدين راح البرنامج يتطور ويصير برنامج عام
يحسب لك كل أنواع الأعطال ويحسب لك. قلنا هل هو سلاك بس؟ هذا الآي هو يعد لي البصمارات. إذا هذا الآي رقم واحد هو سلاك بس، زيد لي العداد واحد. ليش؟ روح على البصمار اللي بعده، لأن السلاك بس ما يصير أتعامل معه. إذا هذا ما سلاك بس، وين تروح؟ روح تشيك لي هل هو جنريتر بس؟ إذا نعم هو جنريتر بس، يعني بي في بس، فراح أشيل خلي التمبراري أو القيمة الإنيشيال للفولتية، نخليها بالقيمة المحددة بالجدول، ونخلي دلتا تساوي دلتا نوت. طبعا هاي القيم احنا ما نخليها قيم، ليش؟ حتى بالبرنامج من يطلب من عندي فولتية الإنيشيال سبيسيفاي معلومة أدخلها، والدلتا دلتا زيرو أنطيه صفر، أو أقدر أثبتها قيمة وزاوية صفر. هاي الحالة بما أنه هو بي في بس، إذا أنا أحتاج أحسب الرياكتف باور كيو. هل كيو هي أصغر من المينيمم؟ إذا يس فأثبت كيو هي شنو؟ كيو مينيمم. وين أروح؟ أحسب الفولتية من القانون على اعتبار أنه البي كيو بس، البي في بس تحول إلى بي كيو بس. إذا الكيو هي ما أقل من كيو مينيمم، هل هي أكبر من كيو ماكس؟ إذا أي، أروح أثبت كيو لهذا البص هي كيو ماكس، وأروح أحسب له بقانون الفولتية، الفولتية الجديدة. إذا هي لا أصغر من الكيو مينيمم ولا أكبر من الكيو ماكس، إيش راح نسوي؟ راح نثبت الفولتية هي في، تمام؟ أول مرة نحسب الفولتية هاي ونثبت القيمة الفولتية والزاوية الجديدة اللي طلعت. نحسب VI للأس سي بلس 1 فولتية من المحاولة الأولى، نخلي القيمة هي ثابتة، ونرجع نقارن هل وصلنا إلى الشرط. الشرط شنو هو؟ دلتا V ماكس. إذا وصلنا إلى الشرط يس، راح نتوقف لهذا البصمار. إذا ما وصلنا راح نرجع نكمل ونزيد العداد ونرجع إلى البصمار اللي بعده، تمام؟ فعملية إجراء الألغوريثم أو اللود فلو تشارت عفوا هي شنو؟ هي نفس الحل الخطوات اليدوية باليد. شلون نحل باليد؟ أوجد كذا، أوجد كذا، أوجد كذا، بعدين خلاص كملت هذه ضمن الرينج، أوكي، خارج الرينج إلى أن أكمل. وطبعا أكو أمثلة، مئات الأمثلة بالإنترنت ممكن أن نشوفها، على بصبارين وثلاث بصبارات وأربعة بصبار وخمسة بصبار، ولحالات حسب الحالات اللي انطيتكم إياها، هي بي كيو بس إذا كان فقط مع سلاج، إذا كان بي في فقط مع سلاج، إذا كان بي كيو مع بي في مع سلاج، إذا كان البي في غير محدد الرياكتف باور، وإذا كان محدد الرياكتف باور شنو اللي يصير، تمام؟ هذا نتوقف إن شاء الله إلى هنا.